شغال سواق لودر بقالي 25 سنه. اللي هو اللودر اللي وراك ده؟ هو اللودر اللي ورا ده. تمام. باخد 1020 جنيه. تمام. 1020 جنيه اللي انا باخدهم لا فوقهم ولا تحتهم. كل حاجه 600 جنيه سهر ومشروع وكده. فاقلمنا نفسنا ان يوم 10 يقبضونا، يجي يقبضونا يوم 25 وانا علينا قروض وما فيش عايزين علاج. رحت رئيس المدينه، يا ريس انا الظروف تعبانه معايا وعايز 50 جنيه عشان اجيب علاج، المرتب ما قبضناش. قال لي تعالى لي بكره. قلت له المكتب واتاخرت لحد بعد العصر. قال لي تعالى لي بكره انا هقابلك في الشارع. وقفنا الناس، انا جايب ب 3 جنيه جاي من القناطر المشي عشان ارجع ب 3. ما فيش زمان. يعني ايه جايب 3 جنيه مشي يعني؟ جاي مشي. ماشيهم. مشيت من مشيت منين لمنين؟ انا ماشي من الحته اسمها الحادثه لحد المؤسسه مشي. كم كيلو الحته دي؟ 7 كيلو يا راجل. 7 كيلو ماشي. الساعه 6 الصبح بكون في قلب الجراج. ليه بتمشيها ما تركب؟ ما فيش فلوس معي، بستلف من الناس. ده واحد زميلي ده قلت لك على فلوس كم مره؟ امبارح عشان 5 جنيه عشان اروح استلفت 5 جنيه من راجل بيبيع خضره بقدونس وجرجير، اديني 5 جنيه عشان اروح. انا راجل سواق ومعدات تقيله وسافرت كام دوله بره زمان والدنيا هنا، وعمال يمشي الساعه 6 الصبح بكون طالع بالمعده دي الساعه 6 الصبح وغرش العصر. فين يا جدعان؟ ببقى في الشارع والله ما بنشرب ميه حتى، ما بنزل من على الودر. يعني ننزل على الودر دلوقتي مريحه وشايف عشان بيسخن، عبالي محمل العربات عبالي العربات دي. قلت للريس يا ريس احنا عايزين فلوس، يقول لك المكنه هتنزل في المكنه يوم كذا. اروح البيت يعني عيالي هيمشوا مني، فين فلوس؟ والله ده الرئيس الحقيقه قال كذا. قلت له الناس بتشتم عليك وعيالي احنا بنصلي بنيجي عليك، حرام عليك حرام عليك. ده احنا عايزين، ده انا مش عارف اجيب مرقه دجاج. مرقه دجاج انا ما جبتش لحمه من العيد اللي فات ده، ما جبتش لحمه. اجيب لحمه منين؟ انا عندي 11 عيل. 11 عيل؟ 11 عيل معيش، هجيب منين؟ وبنات بتتجوز، 5 بنات متجوزه وعامل قرض واستلف من هنا ومن هنا وهتحبس. لحد اما جينا النهارده يا ريس كذا قال لك النهارده هنحلها لكم يوم الخميس هتقبض. مفيش. وزمايل مفيش والله. يقول لك ايه؟ طب بس اشتغل.